نطلع هنا على شغل التمديدات، إن كان تدفئة أو تمديدات أو كهرباء. كانت الأمور تمام يعني، كانت طبيعية تماما يعني. كل شيء كنت مكتنزه بحياتي صرفته. إذا أنا بالمصلحة صار لي مثلا 30 سنة 40 سنة بشتغل. الشغلات اللي تلزم لهم يعني، وطبعا أنا طلعت من سوريا ما ضلش معي ولا تعريفي. وموضوع المي قدرنا يعني نتصرف، يعني سوينا لهم الحنفيات صغيرة من مواد بسيطة يعني. معدات بسيطة اللي اشتغلت فيها، هاي العدة تبعي، هاي العدة الوحيدة اللي جيت فيها. هاد بقص فيه شعر، بقص فيه شوارب. أنا طفل كنت أنا متخصص فيهم أنا وصغير يعني. سويت لها فخ من قطعة بسيطة، شقفت سلاك وصاج وعلبة وهاد، سويت لها فخ وصارت تمسك. عندي 4 أطفال، 2 بنات و2 صبيان. لإلهم طبعاً أنا بهمني إن يكون عندهم حافز يعني، لإلهم للمستقبل تبعهم. إنه حلو الإنسان يكون بيقدر يسوي شيء بغض النظر عن التعليم. طبعاً بشوف المعلومات اللي عندي، الأرشيف اللي موجود براسي، بشوف شو ممكن الأنسب لإله يعني.